بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله في جميع الأمور توكلي، وبالخمسة أصحاب الكساء توسلي، بمحمد وفاطمة وابنيهما وعلي. يا أبا الغاث أدركني، يا أمير المؤمنين أدركني، يا أبا الحسنين أدركني، يا فاطمة أغيثيني، يا فاطمة أغيثيني، يا فاطمة أغيثيني. وصلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا مسلوب العمامة ظلما والرداء يا قتيل العدا يا محي الزوار. ليس لغو ينقطع غمض عيونه وجهز سيد الكون، واسدل علي ثوب الجفان والدمع صار، سكن أبو طالب يشيع من ونين، فارقت روحه وغمضت للموت عن يسرة المختار وحيدر عن يمين، والكل يندب راح أبونا يا مسل غمض عيونه، وهل عليه الدين دمعة ودارت عليها أولاد أبو طالب تود، ويمهم أبو إبراهيم يبكي وساعين، راح المحامي وغاب نور ناصر الدين، دارت عليه من كل كتر أولاد يانا، هذا ليشم وذاياك منا يقبل الرب، ما بينهم ينعى النبي ويصعد انفا، انهض ترى بعدك اضايا يال ما عندي معي، عالمغتسل سجا وظل يجذب ونين، وصارت صوايح بين بول حملة وبين يواسيل ابن عم على مصاب وعين، احتضنه ويا ويلي وبالمدام مع فاضتل، شالوا الجنازة والدمع يجري بالخ، واصعب عليهم حين مدوها بلل، والكل ينادي رحبونا وما ظني راح من دينا يا عضيد، وعانى قلب يا الغسلت عمك وشيعت بسرير، ونزلت بيدك بيدك القبور شيخ العشير، وارت من دمعك يا ابو الزهر الحفي
يا الهادي وينك من وقع فوق الثرى احسن وينك يا ابو ابراهيم عن مهجة الزغرة من طاح وتربع شمار واسف على صد من قطع راسه وحزوتين وعزلنا ومن طحنة عظام الصدور خيل الملاعب ويلي ويلي عم النبي وحامي الحما وجد الأطايب ممدود فوق المغتسل ميت أبو طاب هذا اللي بصدر الحما للهادي والدين كافل رسول الله انعرب وسط المشركين يا وسفها الليل اقضى وغمض له العين وقلب الرسول الغابت ملجوم ذاي بعد صف الهادي يصب دمع المصيبة ما ينطفي الا بعلي قلبه لهيبة بمكة بني هاشم صفت بعده وتجهزت على المصطفى رماح الكتاي يقول لمن ابو طالب على العلة توسد في آخر أنفاس ترى لله تشغل وراح الحمى وما ظل حمى للهادي وعلى الهادي بعد تجمعت كل المصاي يقول شال النبي وحيدر علي ومدوه عالقاب وبقبرة تالي والسدو مزيون الأطباء وظلت تنوح فاطمة محنية ضلاء عمها وصفة تحت الذرى بالموت غايب يقول يا سعد الله المصطفى حرقت دليلة هذا المصيبة النازلة بقلب ثجيل لحماه من مكة وساب راح الوسيل ودع كفيله وغطت رسوم التراب ويلي 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 بكى عليه رسول الله بكى عليه ولكن ما حال ابنتي فاطمة لما بكت على أبيها ثالث يوم وإذا بالقوم أتوا دار فاطمة أما أن يخرج علي أو دخلنا البيت على من فيه قالوا له في الدار فاطمة يا قال وإن علي بالحطب يقول اللعين استقبلتني بوجه أعشى بصري نوره رفعت يميني شلت يمينه لطمت فاطمة على عينها انفتح الباب لا تسل عما جرى ثم وصار أسند ظهره للجدار رجليه في الباب وصار يعصر فاطمة وهي تأن تنادي آه
محمدا. يقول اللعين كنت أن ألين ولكن ذكرت سحر محمد وسيف علي عصرتها ثانية. سقط مغشيا عليها التفتت فضة فضة. أين علي أين علي؟ قالت أخذوا ملببا بحمائل السيف. خرجت خلفهم طلعة لن الدروب تموج من كثرة الناس. لقت حيدر يمشي طوع ويا الأرجاس. صاحت خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. يقول سلمان رأيت حيطان المسجد قد ارتفعت وإذا بصوت من علي سلمان أدرك ابنة محمد. أتى سلمان سيدتي أبوك بعث رحمة. قالت سلمان كسروا ضلعي صبات. بضعيف الصوت سلمان لطموا عيني صبات. سلمان روعوا أطفالي صبات لكن ما على علي صبر. يا سلمان لا تلومني لو هاجت أحزاني. يسل جنك ما تدري بالذي فعلت العد مني خذوا حقي ولا راعوا الوصي وهجموا علي داري وساتر ما والمرتضى قاعد وعبرات جري ينظر بعين بابنا وجوني. سلمان لا تلومني ضلع انكسر بالباب قو ما قصروا فين عدي من الامرو. جنك ما تدري هالعبد بي السو صقطني المحسن وخال للجسد نحلا. بعد مولاتي قالت جسم انتحل من ضربة المسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب يد وكل ما جرت نكبة علي ازداد صب وكظمت غيظي والقلب فايض بلح. وسويت مولاتي قالت وبس عاين تحدار ملبب قايدي واسمعت شبل الحسن يندب راحبو. أنا غصبان غصبان علي طلعت خوفي يذبحوا وتتيتم أولادي عقب فارس الفرس. سلمان ظليت أدافعهم وظنت يرحموني. رحموش؟ قالت لا. ما لو علي بصوت ظلوا يضربوا. والله يا سلمان الضرب والرم قصدي أبث شكوى للواحد الديا. قالها يا زهري قلك الكرار روحي
ردي على ابوك النبي بالدار. نوحي قالت عقب حيدر تراه تروح، خلني أزلزلهم ترى ما بيهم إحسان، خلني يا سلمان أشتكي ذايب فادي يطلع علي الكرار لو زلزل. والله والله يا سلمان الرجس روع، هذا جزى المختار من عدهم يا سل ما قصروا أجر الرسالة. اليوم أدى سقط وجنيني والوصي بالحبل قام، ما قصروا حتى الضلّع بالباب كس، كان القصد حيدر علي وش جرمة النسوايا. رجعت بعلي إلى الدار وإذا بها تلتفت إلى علي، علي علي يا علي يا علي، وانت تشوفها يا علي وتسمع ونيني. والله ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني. تذهب إلى قبر أبيها تشتكي ما جرى عليها من المصائب. أبي يا رسول الله دخلوا داري، أبي يا رسول الله روعوا أطفالي، أبي يا رسول الله كسروا ضلوعي، أبي يا رسول الله رفسوني في بطني، أبي يا رسول الله لوعوا متوني. بعد قالت بعدك يا بويا هجموا علي من هو إلي من شبوينا، أني ورا الباب لني بالأحجاب، عصروني يا ياب قوة بالإجداب. أبا صرت أبكي وانعي وبخدي دمعي كسروا لضلعي من صاب مسمار. أعتذر من مولاي صاحب الزمان بصوت ضربني برجلة رفسني بيدا صفعني ولختش الكرار. العين حمراء بسبة السطرة واني الزغرة الطاغي تراجع، محسن تعفار ضلعي تكسار، يا ابويا مقدار اوصف لك اوصف لك اوصف لك ايش صار، يا ابويا مقدار اوصف لك ايش صار. هذه الليله كلنا على باب مولانا ابي طالب، كلنا أصحاب حوائج. شاركني باللطم بارك الله بيك. عمي أبو طالب راح الآيازي جيّة
يعني استعد للمحن من آل أمية. عمي أبو طالب رحل آيا أزجي، يعني استعد للمحن من آلو، يعني استعد للمحن. عمي أبو طالب رحل وأنا إجيته، وبإيدي شلته يا زكية وكفنيته، بدموع عيني والله أنا غسلته، من راح صارت مظلمة الدنيا علي، من راح صارت مظلمة، من راح صارت مظلمة، من راح عمي وناصر الله وناصر الدين، ظلت ألطم فوق راسي ومحجر العين، يعني استعد للمصايب ويلوني، يعني استعد للمصايب ويلوني، راح المحامي وانا دمعات جرية، راح المحامي وانا دم، راح المحامي وانا دم. من بعد عمي هالعدا ما يتركوني، من بعد عمي هالعدا ما يتركوني، في بيت باكر يا زكية يحاصروني، لازم نسافر يا ضوى روحي وعيوني، لازم نسافر يا ضوى روحي وعيوني، وهناك يا بنتي تشوفين الرزية، وهناك يا بنتي تشوفين. قوم استعدي باكر نروح المدينة، قوم استعدي باكر نروح المدينة، وهناك بتشوف المصايب من تجينا، وهناك بتشوف المصايب من، وهناك بتشوف العدا كلها علينا، وهناك بتشوف العدا كلها علينا. الله يساعد قلبك انت الأبية، والله يساعد قلبك انت يا الأبي، من بعدي انت تجيلي جلوان المصايب، من بعدي انت تجيلي جلوان المصايب، من بعد ما تشوفي يا بنت العجايب، من بعد ما تشوفي يا بنت العجايب، باكر يلطمك العدا والقلب ذايب، باكر يلطمك العدا والقلب ذايب، وبعيني ينظر طيحتك حامل حمية، وبعيني ينظر طيحتك. من بعدي انت تجيلي جلوان المصايب، من بعد ما تشوفي يا بنت العجايب، باكر يلطمك العدا والقلب ذايب، باكر يلطمك العدا والقلب ذايب، وبعيني ينظر طيحتك حامل حمية، وبعيني ينظر طيحتك. من بعد موتي تهجم العدوان بالدار، من بعد موتي تهجم العدوان بالدار، خدك يا وسفة ينسطر يا بنت الأطغار، وقبال عينك ينسحب حدر الكرار، ف
فوق المتن تنزل أصياط ابن الدعية، فوق المتن تنزل أصياط ابن الدعية، من بعد موتي تهجم العدوان بالدار، من بعد موتي تهجم العدوان بالدار، خدك يا وسفة ينسطر يا بنت الأطغار، وقبال عينك ينسحب حجر الكرار، فوق المتن تنزل صياط ابن الدعية، فوق المتن تنزل صياط ابن الدعية، وتكوني خلف الباب يا بنت يا زغرة، وضلعك الظالم يا وسف لازم يكسره، ومحسن يطيح على الترب بدموم حمراء، قوم استعد للمصايب والأذية، قوم استعد للمصايب، وتكوني خلف الباب يا بنت يا زغرة، وتكوني خلف الباب يا بنت يا زغرة، وضلعك الظالم يا وسف لازم يكسره، محسن يطيح على الترب بدموم حمراء، قوم استعد للمصايب والأذية، قوم استعد للمصايب وال قوم استعد للمصايب، قوم استعد للبلا عمي ترى راح، قوم استعد للبلا عمي ترى راح، وانفتح باب اليوم الصيحة والنياح، باكر يا بنتي مظلمة بتجيك لرياح، من راح عمي عليك نصبت عزية، من راح عمي عليك نصبت عزية، قوم استعد للبلا عمي ترى راح، قوم استعد للبلا عمي ترى راح، وانفتح باب اليوم الصيحة والنياح، باجر يا بنتي مظلمة بتجيك لرياح، باجر يا بنتي مظلمة بتجيك لرياح، من راح عمي عليك نصبت عزية، من راح عمي عليك نصبت عزية، إيه من راح عمي عليك نصبت، والمات 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 يا شيال النعش لاوين، والمات 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 أخذت الغالي وياكم، والمات والمات تفطر قلب الفراق، والمات والمات ودعى والقلب ناح بس هي ودعى والقلب ناح ناح بس، والله ظلي ظلي كفيلي عمي وبملقاه، ظلي أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد.